تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هذا اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة. وتبادل جلالة الملك المفدى مع أخيه جلالة العاهل المغربي التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على البلدين والشعبين الشقيقين بالرفعة والتقدم، وعلى الأمة العربية والإسلامية بالعزة والمنعة والسؤدد. كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع المملكتين الشقيقتين، مشيدا جلالة العاهل المفدى بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه هذه العلاقات المتميزة في شتى المجالات لكل ما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، معربا عن شكره وتقديره لجلالة العاهل المغربي على مشاعره الأخوية الطيبة النبيلة وعلى جهوده في تعزيز وتطوير العلاقات البحرينية المغربية. من جانبه ثمن جلالة الملك محمد السادس الدور الكبير لجلالة الملك المفدى وحرصه واهتمامه دائما للارتقاء بعلاقات البلدين الشقيقين إلى أفضل المستويات، متمنيا لهذه العلاقات المزيد من النماء والتطور.